أهلا بكم مشاهدينا الكرام. أعلن المتحدث باسم قوة التحالف العربي اللواء أحمد عسيري انتهاء الهدنة وعدم تمديدها، لافتا إلى أن عدم تحقيق شروط التمديد ينهي الهدنة في اليمن. انتهاء الهدنة وعدم توقف المواجهات وتراجع أفق الحلول السياسية ستكون محور حلقة هذا المساء، وسنتوقف خلالها لمناقشة أسباب فشل الهدنة وما هي الخيارات المتاحة أمام الحكومة الشرعية وحقيقة التناقضات بين الموقفين الأمريكي والسعودي حول التسوية السياسية في اليمن. الجيش الوطني أعلن استئناف العمليات العسكرية في كافة المناطق بعد ساعات من الإعلان عن رصد أكثر من 300 خرق للهدنة من قبل ميليشيا الحوثي والمخلوع في عدد من المحافظات، وإعلان انتهاء الهدنة من قبل التحالف، فيما كان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري جدد دعوته للأطراف اليمنية بالالتزام بوقف إطلاق النار، معبرا عن أمله في عودة المفاوضات بين الحكومة الشرعية والانقلابيين في نهاية الشهر. ولكن التحالف العربي والسلطة الشرعية كانا قد اختارا إنهاء الهدنة وعودة العمليات العسكرية، وهو ما يشير إلى أن مساعي كيري والمسار السياسي برمته يواجهان تحديات كبيرة في سبيل الوصول إلى الحل السياسي المنتظر. قبل أن نبدأ النقاش نذهب لمشاهدة هذا التقرير، ابقوا معنا. انتهت الهدنة السابعة وأعلن التحالف عدم نية تمديدها، فيما كان وزير الخارجية الأمريكي يدعو للتمديد لإعطاء فرصة لأهدافها التي لم يتحقق منها شيء خلال يومين. التحالف العربي أعلن انتهاء الهدنة مرجعا ذلك إلى انتهاكات ميليشيا الحوثي وحلفائهم، مؤكدا على لسان المتحدث باسمه أنه ما من توجيهات لتمديد وقف إطلاق النار. ووفقا للتحالف فإن الهدنة كان يفترض أن تتمدد تلقائيا في حال التزام ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع بها والسماح بدخول المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة وفي مقدمتها مدينة تعز، وحضور هذين الطرفين في لجنة التهدئة والتنسيق التي شكلتها الأمم المتحدة إلى مدينة ظهران الجنوب السعودية، ولكن أي من تلك الأهداف والشروط لم يتحقق، وبالتالي فإن استمرار الهدنة أو تمديدها صار فاقدا للمعنى بحسب التحالف. تزامنت تصريحات ناطق التحالف مع بيان صادر عن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري رحب فيه بإعلان كافة الأطراف في اليمن التزامهم بتجديد وقف الأعمال العدائية الذي كان قد بدأ السبت لفترة أولية قدرها 48 ساعة، ولكن لم يكن هناك من أحد قد جدد التزامه في الواقع، فيما يشير لأن التخبط صار سمة لازمة لأداء وزير الخارجية الأمريكي مؤخرا، والذي انتهى في المرة السابقة بإيضاح للرئيس هادي وحكومته حول إساءة فهم تصريحاته فيما عرف بإعلان مسقط. هذا التعارض الواضح بين تصريحات وزير الخارجية الأمريكي والمتحدث باسم التحالف يشير إلى حالة من عدم الاتفاق بين الطرفين حيال الملف اليمني في الوقت الراهن. أسئلة كثيرة تلوح في الأفق حول مستقبل التسوية السياسية في اليمن وسط كومة الرؤى المتباينة بين الأطراف الدولية والإقليمية وانعدام فرص التوصل لطريق يفضي لإحلال السلام عبر بوابة المرجعيات الدولية والأممية التي تم التوافق دوليا وأمميا عليها خلال الفترة الماضية من عمر الأزمة اليمنية. إذن مشاهدينا الكرام، حلقة اليوم من زوايا الحدث ستكون عن انتهاء الهدنة، هدنة الأربعة والثمانية والأربعين ساعة التي أعلنها التحالف بمعزل عن الحكومة الشرعية، وبعد مرور الثمانية والأربعين ساعة صرح اليوم العميد أحمد عسيري عن انتهاء الهدنة وأنها غير قابلة للتمديد، حيث أن عندما تم إعلان الهدنة تم القول أن الهدنة قابلة للتمديد ما إذا تم الالتزام بها، وهو ما لم يتم من قبل الانقلابيين. إذا مشاهدينا الكرام، هذا هو محور حديثنا هذا المساء في زوايا الحدث. نبدأ مع الأستاذ عبد السلام محمد وهو مدير مركز أبعاد للدراسات. مساء الخير سيد عبد السلام. مساء النور، أهلا وسهلا بكم ومشاهديكم الكرام. أهلا بك سيد عبد السلام. هدنة مباغتة انتهت دون أن تحقق أي من أهدافها، ما الهدف من هذه الهدنة إذن برأيك؟ طبعا الهدف واضح جدا، أن هناك ضغوط دولية على الشرعية وعلى قوات التحالف العربي في إيجاد هدنة، وكان هناك طلب من قبل الانقلابيين لهذه الهدنة، ويبدو كان هناك توجه لتمرير يعني رؤية كيري
للوضع في اليمن، وهي رؤية متماهية مع ما يريده الانقلابيين، لكن من الواضح جدا أن الفشل كان نصيبهم، لأنهم إن كان كما تقول الهدنة أتت بطلب من الانقلابيين، إذا لما لم يلتزموا بها؟ نعم هم عادة يطلبون الحوار والتفاوض والهدن، ولكنهم لا يلتزمون، لأنهم يرون في الهدنة كونهم جماعة مسلحة وليست جماعة سياسية لا تؤمن بالمخرجات السياسية، هم يريدون فرض أمر واقع عسكري على الأرض، يريدون إعادة بلورة وضعهم العسكري والميداني، وربما التجنيد والتسلح من خلال هذا التوقيت الهدنة. لكن الهدنة كانت قد يعني من خلال تجربة التحالف العربي والشرعية لم تكن طويلة الأمد كما كانت من قبل في مفاوضات ومشاورات الكويت. نعم سيد عبد السلام اسمح لي، لأن 48 اتضح أنها غير نعم سيد عبد السلام ابقى معي واسمح لي لأن أشرك معنا في الحديث من مأرب الناطق باسم الجيش الوطني العميد الركن عبد الله مجلي. مرحبا بك سيادة العميد. مرحبا بكم. أهلا بك سيادة العميد. انتهت الهدنة وأعلنتم في الجيش الوطني عودة العمليات العسكرية، يعني هذا أنكم ستستأنفون العمليات العسكرية الكبرى التي أطلقتموها في وقت سابق في كل من صنعاء والجوف وصعدة وبقية المحافظات؟ أعد السؤال مش واضح. نعم انتهت الهدنة، وهل يعني هذا أنكم ستستأنفون العمليات العسكرية الكبرى التي قد أعلنتم عنها وأطلقتموها في وقت سابق في كل من صنعاء والجوف وبقية المحافظات؟ إن انتهاء الهدنة كانت بسبب أن الإنقلابيون لم يلتزموا بها على الإطلاق. نعم. رغم أن الجيش اليمني التزم بوقف إطلاق النار وفقا لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية. نعم إذن هل سنشهد عودة العمليات العسكرية الكبرى التي كانت قد بدأت في بعض المحافظات كصعدة مثلا في منطقة البقع؟ من حق الجيش اليمني أن يدافع عن نفسه وعن وطنه. بحسب مراقبين فإن الهدنة التي أعلن عنها التحالف لم تتحقق على أرض الميدان، واستمرت المواجهات في عدد من الجبهات، وهذه ليست المرة الأولى التي لا يتم الالتزام فيها بالهدنة المعلنة. إذن ما هي الجدوى من الإعلان عن هدن وعدم الالتزام بها وتكرار الأمر بين وقت وآخر؟ لأن الميليشيات الإنقلابية دائما هدفها نقض العهود والمواثيق، وأنها تستغل الهدن لإعادة ترتيب أوضاعها، ولكن الجيش اليمني لهم بالمرصاد. ما الذي ستقومون به الآن؟ يعني بعد انتهاء الهدنة ما الذي سيقوم به الجيش الوطني الآن في هذه الأيام؟ بسبب الخروقات التي يقوم بها الميليشيات الإنقلابية، أن الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة وقوات التحالف، حقق اليوم انتصارات جديدة في محافظة تعز. نعم. وتمكن من تحرير موقع الدفاع الجوي شمال المدينة. وأن المعارك قد استنفت في مختلف الجبهات، والأيام القادمة مليء بالمفاجآت، ولن يقف أمام عملية التحرير لأرض الوطن أي عائق يذكر. هناك تحركات سياسية سيادة العميد تسعى لتمديد الهدنة وإيجاد هدنة أخرى، هل ستتعاملون معها أنتم في الجيش الوطني؟ من حق السياسيون أن يفاوضوا وأن يتعاملوا بالمواقف السياسية من أجل مصلحة الشعب اليمني يجمع. نعم. ولكن العسكريون في الميدان هم جاهزون لرد أي عوائق. نعم إذن الناطق باسم الجيش الوطني العميد الركن عبد الله مجلي كنت معنا من مأرب، شكرا جزيلا لك. وبالعودة إليك سيد عبد السلام محمد، هل أنت معي؟ معكم. إذن سيد عبد السلام تحركات جديدة الآن لتمديد الهدنة، يعني ما الذي يجعل هذه الأطراف الإعلان مرة تلو الأخرى عن هدن إذا لم يتم الالتزام ولا بأي واحدة منهم؟
طبعا الضغوط الدولية كانت عامل أساسي ورئيسي في الهدن وأيضا في المشاورات مع الانقلابيين، لكن أيضا قوات الشرعية والتحالف العربي أيضا يريدون إنهاء كل المبررات التي تقف حول عملية السلام، ولكن السلام الذي يعيد الدولة لوضعها الطبيعي وينهي الانقلاب، وليس السلام بالاعتراف بالانقلاب كجزء من العملية السياسية. والمسألة المتعلقة أيضا بالتغييرات الدولية قادمة ربما يعني يحتاج جميع الأطراف سواء المحلية أو الإقليمية تحتاج رؤية واضحة جدا لتوجهات الإدارة الأمريكية الجديدة. نعم سيد عبد السلام، يعني في الوقت الذي يخرج فيه العميد عسيري يقول أن الهدنة انتهت وأن لا تمديد والجيش الوطني يعلن عن استئناف العمليات العسكرية، يخرج من جانب آخر كيري ليقول أن الهدنة ستمدد، على ماذا يبني كيري تصريحاته هذه؟ كيري هو يحاول ان يخرج بنجاح في الملف اليمني كجزء من من مما تبقى من ما يعتبره الديمقراطيين نجاح في المنطقه. نحن نعرف ان الديمقراطيون في الفتره الثانيه لاداره الحكم في الولايات المتحده الامريكيه تمسكوا بمساله التفاوض بشان البرنامج النووي مع ايران، كونه ربما النجاح اليتيم لهذه الاداره سياسيا في الفتره خاصه في الاقليم بعد فشل مبادره السلام مع اسرائيل. واعتقد انه ان الموضوع في اليمن له علاقه بامرين، الامر الاول البحث عن نجاحات والامر الثاني يتعلق بالخوف على الحركه الحوثيه كاقليات استخدمتها الولايات المتحده الامريكيه وايران ادوات خلال الفتره الماضيه، وبالتالي هناك خوف من اي هزيمه عسكريه، هم يريدون لهم البقاء كقوه في اطار الدوله، وبالتالي اعاده سيناريو لبنان وتجربه حزب الله. نعم، إذن سيد عبد السلام تفضل بالبقاء معي، واسمح لي لأن أشرك معنا في الحديث الكاتب السعودي سليمان العاقلي. مرحبا بك سيد سليمان. هلا، مساء الخير لك ولضيوفك ومشاهديكم. سيد سليمان، في الوقت الذي طالب فيه وزير الخارجية الأمريكي تمديد الهدنة، التحالف يعلن انتهائها وعدم تمديدها، برأيك ماذا يعني هذا؟ كيف لنا أن نفهم الأمر؟ هذا يعكس الاختلاف بين التحالف العربي والولايات المتحدة. نعم. وعدم وجود تنسيق، وهذا أولا، وثانيا يعني هذا يبرز عدم إلمام الولايات المتحدة بحقائق الوضع. يعني لا، في الواقع لم تكن هناك هدنة متماسكة، والعكس، كان هناك اختراق دائم لوقف اطلاق النار، وكان هناك انتهاكات على منذ اللحظات الأولى للهدنة وحتى الساعات الأخيرة، بل وقد استخدمت في هذه الهدنة في هذه الانتهاكات الصواريخ الباليستية، وهذا أقصى ما يستخدمه المتحاربون في المعارك. نعم سيد سليمان، التصميم استمرار الخلاف وتباين وجهات النظر بين المملكة العربية السعودية وبين أمريكا، برأيك إلى ماذا يعود ومن يخدم في الدرجة الأولى لهذا التباين؟ أولا هذا التباين طبيعي، لأن الولايات المتحدة في السابق كانت تتبنى الرؤية السعودية بتفاصيلها في قضايا المنطقة، ويبدو انه كيري يعني وبعد الاتفاق النووي انتهج نهج جديد في وضع رؤيه امريكيه مستقله عن الرؤيه السعوديه، ولذلك اصبح هناك تباينات في المعالجات الازمات في المنطقه نظرا للتباعد في المواقف. هذا اولا، ويخدم، واذا اجبتك على سؤالك من يخدم، انا اعتقد انه يخدم القضية اليمنية، قضية الاستقلال والسيادة، لأنه الولايات المتحدة غير كيف للتباين أن يخدم القضية اليمنية؟ أيوة، لأن الولايات المتحدة غير مكترثة بأمور السيادة وبالشرعية وبسيادة اليمن وبعدم اختراقه من الخارج وبعدم
غير مكترثة بوجود ميليشيات مثل حزب الله في لبنان وفي سوريا وفي العراق. يعني هذا لا يهم المصلحة الأمريكية، أو ربما إنه لا يعيق المصالح الأمريكية، بينما هذا يهدد المصالح السعودية والمصالح اليمنية. ولذلك أنا أعتقد إنه المصلحة السعودية والمصلحة اليمنية هي في عدم الخضوع لهذه الهدن التي ترتب لصالح الحوثي وكمدخل لتسوية سياسية ظالمة رفضتها الحكومة اليمنية مسبقا. نعم، إذن سيد سليمان اسمح لي أن نقول هذه النقطة إلى سيد عبد السلام محمد. عبد السلام محمد، لعلك استمعت لحديث سيد سليمان حول التباين بين وجهات النظر السعودية والأمريكية. قال أنه يخدم القضية الأمريكية وأن السعودية مهتمة بالشأن القضية اليمنية وأن السعودية مهتمة بالشأن اليمني أكثر من أمريكا. ما هو تعليقك؟ الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة الأخيرة انسحبت من الشرق الأوسط ربما لصالح روسيا وإيران بشكل واضح جدا، وبالتالي أنها يبدو على ما يعني على حسب رؤيتها أو رؤية الديمقراطيين يبدو أنها مؤمنة يعني في الشرق الأوسط، ويبدو أن المسألة لا تتعلق بأمن قومي للولايات المتحدة، إنما يتعلق بمصالح تريد أن تحققها عبر أدوات وآليات أخرى مختلفة. بالنسبة للوضع الأمن الإقليمي لدول الخليج أصبح في خطر الآن، خاصة وأن تهديدات الميليشيات ليست في اليمن فقط بل أصبحت محيطة بالخليج في الشمال وفي الشرق وأيضا في الجنوب، لكن الوضع في اليمن مختلف تماما كونه خاصرة الخليج، وهو أهم نقطة. إذا فشل الخليج في اليمن ولا قدر الله لن يكون الفشل كما هو في لبنان وفي العراق، بل هناك ربما الوقت لا زال ملائما للتحرك في العراق وفي سوريا وفي لبنان، لكن في اليمن إذا وضعت مصالح دول الخليج في يد الميليشيات أنا أعتقد أنها تكون هزيمة كبيرة للعرب بشكل عام. إذن سيد عبد السلام، هل السعودية منفردة على المضايق المائية وفي خاطر دول الخليج؟ نعم، إذن هل السعودية منفردة قادرة على بناء السلام في اليمن؟ عفوا سؤال، هل السعودية قادرة وهي منفردة بدون أمريكا أن تصنع السلام في اليمن؟ المملكة العربية السعودية أصبحت مستقلة في قراراتها، واضح جدا من خلال انطلاق عاصفة الحزم. هذا يجب أن تتغير الرؤية تماما عن المملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة. المملكة العربية السعودية أصبحت قراراتها سيادية ما يتعلق بأمنها الإقليمي وربما حتى ما يتعلق بالأمن العربي بشكل عام حاليا، يعني عملية تحقيق السلام في اليمن المسؤولية الأولى لليمنيين بالذات في الميدان وعلى الأرض، ثم تأتي مسألة الدعم الإقليمي من قبل التحالف العربي سواء في الجانب العسكري أو في الجانب الاقتصادي أو في الجانب أيضا السياسي الداعم بالشرعية والدبلوماسية أيضا الخارجي. تحقيق السلام نحن نعرف مع الميليشيات وبالذات مع إيران، تحقيق السلام لن يأتي بالتفاوض أبدا، تحقيق السلام يأتي من خلال انتصارات عسكرية، والربما الانتصار في الحرب هو البوابة الأولى للسلام في المنطقة. نعم، إذن سيد عبد السلام اسمح لي أن أعود إلى السيد سليمان. سيد سليمان، بالعودة إليك وبالعودة إلى مبادرة كيري، إلى الآن لم نشهد أي رد فعل من المملكة العربية السعودية ولا حتى ملاحظات أو تحفظات، هل ستلجأ لرفضها بناء على موقف الحكومة اليمنية الشرعية؟ هو من الواضح الآن ضمنيا أنها ترفضها لأنها لم تعلن قبولها هذا أولا، وأعلنت التزامها في التوجهات الحكومة اليمنية في الهدن، والهدن هي المدخل للتسوية السياسية. يعني 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 واضح أن هناك رفض ضمني سعودي لهذه الخارطة التي تؤدي إلى شرعنة الانقلاب وإلى شرعنة الميليشيات المسلحة غير المنضبطة في اليمن والتي تهدد السيادة اليمنية كما تهدد الأمن الإقليمي وبالذات الأمن الوطني السعودي. هذا واضح جدا، ولكل خبير في العلاقات الدولية يلمس هذا التمنع السعودي، ولكن
هذا لا يمنع من القول أن السعودية تحاول في الواقع عدم استثارة القوى الكبرى، خاصة إذا علمنا أن هناك تهديد سري بإصدار قرار من مجلس الأمن يتضمن خارطة الطريق التي اقترحها نعم كيري ووكيل شيرون. سيد سليمان، إذا كان الأمر كما تقول، لماذا يقوم بعض الكتاب السعوديين المقربين من مراكز صنع القرار بالتسويق لمبادرة كيري ويصورونها كآخر فرصة أمام الحكومة الشرعية؟ هل تعد فعلا تلك الأصوات تعبيرا عن التململ السعودي تجاه استمرار الحرب في اليمن وعدم قدرة السعودية على حسم الأمر عسكريا؟ لا، وبالنسبة للصحافة السعودية، يعني أنا أعتقد أنه منذ 15 سنة، منذ الألفية الجديدة، الصحافة السعودية تتمتع بمناخ يعني واسع من التناول الجريء والحر للكتاب، وحتى الذي يعني ربما لا يتفق أو لا يتقاطع مع سياسات الدولة، هذا واضح في المعالجات الصحفية السعودية، ولكنه لا يمكن أن يقال إنه هذا الكاتب معبر عن وجهة نظر الدولة، أو حتى أنا أستطيع أن أقول إني أنا أعبر عن وجهة نظر الدولة. أنا معكم الآن كمحلل، أصبر المواقف وأقارن. نعم سيد سليمان، الكاتب السعودي عبد الرحمن الراشد من المعروف أنه مقرب من دوائر صنع القرار السعودي، و جميع من الملاحظ أن مقالته الأخيرة كانت تصف المبادرة كيري بالجيدة وتروج لها بنوع ما. الأخ عبد الرحمن احترمه، زميل قديم، كنا زملاء في جريدة الجزيرة، ولو كل التقدير والاحترام، ولكن أنا لا أعتقد أنه يعبر عن وجهة النظر السعودية الرسمية، وإنما يعبر عن وجهة نظره الشخصية، وربما يكون هو يعني بحكم دراسته في الولايات المتحدة ربما يكون معجب بالمبادئ أو الثقافة الأمريكية، ولكنه في خياراته السياسية هو حر لما في انتقاده أو في ترحيبه في المبادرات الأمريكية. نعم، إذن الكاتب السعودي سليمان العقيلي كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك. بالعودة إليك سيد عبد السلام محمد، في مسقط يتواجد وفد الميليشيا ويقوم بعقد لقاءات مع ممثلي القوى الدولية، أخرهم كان السفير الألماني لدى اليمن. باعتقادك ما هي أجندة المحادثات التي تبحثها الميليشيا مع هذه القوى في مسقط؟ طبعا الانقلابيون الان هم يبحثون عن عمليه تفاوض طويله تعيد وضعهم الميداني الى ما هو عليه بعد التفكك الحاصل والضعف نتيجه الضربات العسكريه المستمره ونتيجه ايضا التقدم العسكري لقوات الجيش الوطني. هم يرون ان ضروره العمل في المفاوضات جزء اساسي ورئيسي من خطتهم في البقاء كقوى واستغلال الوقت، لكن اعتقد انهم صدموا طبعا بوضع مختلف تماما عن الوضع الذي عملت عليه ايران في العراق وسوريا، وهو ان هناك اقليم كامل يتقود المملكه العربيه السعوديه يشعر بالخطر من بقائهم كقوه عسكريه، وليس فقط الدوله اليمنيه، وبالتالي ليس امامهم ربما خلال المرحله القادمه الا الثلاث الاساسيات التي هي استعاده الدوله اليمنيه من خلال المبادره الخليجيه ومخرجات الحوار الوطني وايضا تنفيذ القرارات الدوليه، واذا تم تمرير، وانا اعتقد مستبعد تم تمرير مبادره كيري عبر مجلس الامن وتم التصويت عليها، انا اعتقد ان ربما الذهاب الى الحسم العسكري سيكون خيار لا بديل له تماما وينغلق باب التفاوض مطلقا. نعم سيد عبد السلام، في تصريحات كيري الأخيرة أكد أن الأطراف اليمنية ستذهب في جولة مشاورات جديدة نهاية الشهر، هل ستذهب هذه الأطراف وعلى ماذا يعتمد كيري في تأكيده وتصريحه هذا؟
طبعا الحوار السياسي حتى مع الخصوم والأعداء متاح جدا، وأعتقد أن الذهاب للمشاورات لا يمنع القوات على الأرض من أن يعني أن تأخذ حذرها من أي تمدد أو تحرك عسكري للإنقلابيين. وأعتقد أن الأمر أصبح منفصل واضح جدا، أن القوات على الأرض بالنسبة للشرعية أصبحت تفرض أمر واقع جديد، بينما العملية السياسية والتشاورية بعد الكويت ربما أصبحت مندثرة ودخلت في مواد سريري لا تصحو منه ربما إلا على طرق أبواب صنعاء. نعم، إذن سيد عبد السلام محمد شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من زوايا الحدث. الأخير لا يسعني إلا أن أشكر ضيوفي، كان معي من مأرب الناطق باسم الجيش الوطني العميد الركن عبدو عبد الله مجلي، وكان معي من الرياض مدير أبعاد للدراسات سيد عبد السلام محمد، ومن السعودية الكاتب السعودي سليمان العقلي. هذه تحيتي أنا أمل علي، وهي لكم من زميلي من الإعداد كمال حيدرة. نلقاكم على خير.